انا اتمنى التوفيق للزمالك كما نتمنى التوفيق ايضا للاهلي حيث سيلتقي بالوداد في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. جول اول زملكاوي، هدف وبضربة راس، كرة تصل على يسار حارس المرمى محمد فتحي ليغالط الحارس، وبرأسية بينجح في التسجيل حسام اشرف صاحب القميص رقم 43 وصاحب هدف الافتتاحية في مباراة الدجلوية. ها هو يسجل في مرمى الطنطاوية بضربة رأس تذهب على يسار الحارس محمد فتحي وسط على رأس المهاجم الصاعد الواحد حسام اشرف ليتقدم للزمالك. كرة ثابتة لطنطا وهدف التعادل بنفس السلاح الذي اصاب شباك طنطا، هو نفس السلاح الذي يصيب مرمى الزمالك مع الدقيقة السبعين من احداث المباراة. بعد 10 دقائق من هدف حسام اشرف بينجح محمد العشري في انه يضع وكأنه ما بينه وبين الشباك عشرة، محمد العشري وكأن ما بينه وبين الشباك عشرة بهدف 10 على 10 من محمد العشري وبتوجيه نموذجي. وقبل ان يستقر به الحال مع فريق الزمالك ومن الزمالك اعير الى فريق طنطا، مصطفى 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 يا مصطفى الشباك بتحبك يا مصطفى يا مصطفى. مصطفى فتحي السندباد الحصري لدى الزملكاوية يضع كرة تتهادى تتمادى، رسمت البسمة والسعادة. ها هو مصطفى فتحي بعد ما فتحت أمامه كل الطرق المؤدية إلى المرمى وإلى هز الشباك، فات من حسام الشرخة ويضع الكرة من بين قدمين حارس المرمى محمد فتحي ليضعها تتهادى تتمادى، يرسم البسمة والسعادة على وجه الفرنسي باتريس كارترو ليتقدم للزمالك. ومن جديد مصطفى فتحي، الماضي لك وبكرة لك وبعده لك،